سلام حبيباتي، كي راكم؟ نتمنى كما راكم بخير، وكل واحد راه يشاهد هذا الفيديو راهو بخير. حبيباتي، قبل ما نحكي لكم على الكراكو هذا وكيفاش خدمته، نشوفوا الساعه راي زبونتي بعد ما وصلها، بعدها نرجع للكراكو. حبيت نوجه رساله المنار منار فاشن مثل هذا الكراكو. الكراكو شباب بزاف بزاف بزاف، باسكو حبيت حاجه مودرن باش ندير به التخرج. عجبني بزاف، كنت عيطت لها دقيقه تاليه كما كنت سور ميزور. كنت عيطت لها دقيقه تاليه، شفته في انستغرام، كنت اتصلت بها دقيقه تاليه، كانت باقيت لي واقيلا ميم با دي جور، وقلت لها اني حابه واحد، اني رايحه ندير فورماسيون ورايحه ندير به التخرج. قلت لها اللون، قلت لها كل شيء، ما عيطت لهاش كامل، قلت لي الحد يكون واجد، السبت كان واجد. الحمد لله، اللي حاب يخدم هذا الكراكو راهو شباب بزاف بزاف. الحاجه اللي فيها مليحه منار، واش هي اللي تعطيك دير معاك بلاكام، تدير معاك بلاكام ايا، وتقولي لك كاع واش راكي حابه، تقولي لها انت احلامك وهي تخرجهم. بون حبوباتي، بعد ما سمعنا راي تاع الزبونه تاعي، نشكرها على الفيديو هذا ونقولها بالتوفيق لك وللجميع ان شاء الله. نرجع دركا للكراكو كيف خدمته. هي للاسف كومونداتو عليا بسمانه قبل ما تسافر، هي مقيمه في فرنسا، وخدمته في هذيك السمانه وكنت محصوره بالوقت باش نبعثوا لخوتها لهنايا في وهران، وخوتها طلعوا لها لفرنسا، وبعدها هي تسافر للامارات باش تخدم وتقرا الفورماسيون تاعها وتتخرج. خدمت لها بعد ما عطات لي المواصفات، بعد ما عطات لي لا كولور، عطات لي كيفاش نخدم لها الروبا، لا فيست، لي مونش، كل ديتاي. بقات الطرزه والتعقاش كان من اختياري انايا، قالت لي اختاري على ذوقك انت. فوالا، انا خدمته لها جيست وقيس على لا طاي تاعها، وللاسف كانت معتمده عليه. كي طلعت الامارات وفي البوريود اللي كانت تقرا فيها، يعني طولت البوريود سمانت وتنفخت على الكراكو. بون، كي لبساتو وكانت مضطرة انها تلبسو، لبساتو وكان شوي محصورة عليها، تخنق عليها في الرقبة وجهة الباترين، ولا طاي كانت محصورة شوية ثانيتك، مي جهة هايل ما شاء الله. وكما كما تشوفوا في الخدمة تاعي، الروبا كيفاش راني مفنيتها، الطرز كيفاش راني خدمته، التعقاش كيفاش خيرتو. بون حبوباتي، اي تساؤل ولا اي استفسار خلوا لي في التعليقات، رايحه ريبوندي عليكم. بالنسبه للمتابعه ليا لهنا في قناتي، طلبت مني اني نحط لكم الفصاله تاع لي غوب اللي راني نخدم فيهم مع لي فيست كراكو. نقول لك اختي سامحيني بزاف، ما خدمت لا فيديو، مي راح نخدمه وراح نحطه لك باذن الله تعالى، وان شاء الله تستفادي منه انت ويستفاد منه الجميع. واللي تحتاج اي حاجه تخلي لي في التعليقات، راح ريبوندي عليها. رقمي تاع الهاتف راهو امامكم. توصيل لجميع الولايات متوفر، الخدمه تاعي راهي ديالكم، امامكم راكم تشوفوا فيها، سواء لا فينيسيون ولا سواء طرز ولا سواء تعقاش ولا اي حاجه. تبقى الاسعار راني ديما نخدمهم على حسب ميزانيه الانسان، ليس كل انسان كيفاش يحب يخدم، ولا حسب ميزانيته، كاين اللي يحب الغالي كاين اللي يحب الرخيص، ونخليكم في امان الله.